أهلا بكم من جديد. تذمر كبير وشكوى من المواطنين في حضرموت لعدم قدرتهم الحصول على جوازات سفر واقتصار منحها للمرضى والطلاب، والسلطة المحلية تبرر ذلك بعدم وصول أعداد كبيرة من الجوازات. في حضرموت المقلة تتعدد المعاناة والصعوبات أمام الأهالي أينما ذهبوا، ومن بين هذه الصعوبات التي برزت مؤخرا وتفاقمت بتفاقم الوضع هي مسألة الحصول على جواز سفر، وصار أمر الحصول على هذه الخدمة عملية صعبة ومليئة بالتعقيدات. جوازات في المصلحة العامة في صنعاء تخرج في خلال 24 ساعة، بينما المعاملة في سيئون من الأسبوعين إلى 3 أسابيع إلى الشهر إلى أكثر من ذلك. فلا ندري هل العرقلة من المصلحة من الإدارة في سيئون أم في المعاملة في صنعاء. الجوازات هنا موقفة من بداية الأزمة بسبب الأوضاع، اللي شيء جواز عامل مرض ولا شيء يروح لصنعاء، أما هنا ما يعاملوا لأي أحد. جوازات مسكرة وكل شيء مسكرة، لا بطائق ولا أي شيء، ما غير شهادة الميلاد. أمر الحصول على جواز السفر بات يقتصر أيضا على الطلاب الدارسين وعلى المرضى، ورغم ذلك يتطلب الأمر إلى مبالغ هائلة وطائلة وإلى وقت يتجاوز أحيانا الشهر وأكثر، والازدحام حاضر باستمرار من جميع المناطق التي يتوافد الناس منها إلى المقلة بهدف الحصول على جواز. لحد الآن لي أسبوعين هنا أطالب في الجوازات، وأنا يعني معي مرضى وكل يوم يوعدني بالجوازات أنها بتخرج إن شاء الله، تخرج في هذا اليومين هذا، وأنا يعني مستعجلة لأن معي مرضى والمستعجلة قده أسبوعين. إذا تستعجل ما معك إلا تبذل فلوس كيف بتخرج؟ إذا كان الجواز في صنعاء يخرج ب 4500 ريال يمني، بيكلف على كل جواز في سيئون إلى 800,000 ريال يمني. السلطة المحلية قالت إن الجوازات المتوفرة هي قليلة، ولهذا تم حصرها على المرضى والطلاب. الجوازات يعاني مثل ما تعاني الكثير من المحافظات نتيجة للوضع السائد في البلاد. نحن في بلد يعني تعاني من الحرب، أن تكون الجوازات للحالات الطارئة، الحالات المرضية، الحالات الطلبة الذين يعني يريدون الدراسة في الخارج، الحالات الإنسانية فقط، أما باقي الأمور الأخرى يعني صعب الآن في الوقت الحالي الحصول على جوازات من كل المحافظات إلا بصعوبة بالغة. هذا ما يتعلق بالجوازات. مشكلة الحصول على جواز سفر في حضرموت صار ضمن الصعوبات والتحديات التي تشهدها حضرموت تحديدا والبلاد بشكل عام، الأمر الذي يحتاج إلى اهتمام من قبل إدارة الجوازات التي رفضت الحديث إلينا عن أسباب المشكلة وأبعادها. تعد المدرسة المحسنية معلم تربوي عريق في لحج، تخرج منها الكثير من ساسة اليمن ومثقفيها وفنانيها. هذا المعلم لم يسلم من الحرب الأخيرة التي دمرت أجزاء كبيرة منه. لا شك أن الأزمة والحرب التي شهدتها وتشهدها البلاد أدت إلى تدمير عشرات المواقع التاريخية المهمة والتي تحكي عن تاريخ عريق. محافظة لحج من المحافظات التي تعرض تاريخها للتدمير، حيث تسببت الحرب والأزمة إلى تدمير أهم معلم تربوي وتعليمي فيها تخرج منه العديد من القادة والمفكرين والأدباء. هي المدرسة المحسنية العبدلية العريقة، والتي يرجع تسميتها نسبة إلى محسن بن فضل العبدلي. كانت هذه المدرسة شاهدا على مدى تطور التعليم وتقدمه في هذه المحافظة وبالذات عاصمتها مدينة الحوطة. المدرسة المحسنية كانت تمثل نبراسا مشرقا في تاريخ لحج، يعكس وجه الزمان الذي بنيت فيه في عهد السلطان عبد الكريم فضل بن علي العبدلي في العام 1931 للميلاد، وكانت تعد منارة من منارات العلم في على الأقل في جنوب شبه الجزيرة العربية آنذاك، حتى عقبت عليها كثير من البعثات التدريسية من السودان الشقيق وجمهورية مصر العربية. هذه المدرسة التي تخرج منها يعني زعماء كثيرين، وكانت يعني تمثل شرح تعليمي عظيم يعني بوجود مدرسين بعثة مصرية عالية المستوى في التعليم، خرجت يعني أنشأت جيل يعني متعلم مثقف. كانت هي الرافد الأساسي لجميع الأندية
والأدب والشعر والثقافة والفنون وغيرها من هذه الأشياء، ونحن كنا تلاميذ في هذه المدرسة. تميزت المدرسة المحسنية بأنها البيئة الخصبة والمنطلق الأول لاحتضان القدرات والإبداعات والمواهب في جميع المجالات، تخرج منها العديد من القيادات حتى أن بعضهم أصبح في فترة من الفترات على رأس سلطة الدولة. تخرج منها العديد من الطلاب الذين ذهبوا أيضا لابتعاث في مصر والسودان، وشكلوا يعني قواما كبيرا من رجالات الدولة في البلد في وعلى شكل بشكل اليمن بشكل عام في اليمن بشكل عام. تخرج منها عديد من الأدباء والشعراء والكتاب والمهندسين والدكاترة، ومنهم من تبوى مناصب قيادية في الدولة سواء كان وزارات أو غيرها. ونحن نعتبر هذه المدرسة هي صرح تاريخي يجب الحفاظ عليه، ويفترض أن تكون هي عبارة عن متحف. لم تحظى هذا الصرح التعليمي بصراحة بأي اهتمام من قبل سلطات اللاحقة المتعاقبة من ترميم أو اهتمام يذكر. بالتالي الآن بعد الحرب الأخيرة أصبحت أثرا بعد عين كما تلاحظوه، ويعني هي وغيرها وكثير من المعالم التاريخية في المحافظة. لكن هذا الصرح العريق تعرض للإهمال والتخريب، حيث لم يلقى الاهتمام من قبل السلطات المتعاقبة على البلاد، مما أدى في فترة من الفترات إلى انتهاء المدرسة لتتحول إلى مبان لمكاتب التربية ومعلم من معالم لحج الجميلة. إلا أن الحرب والأزمة شهدت أيضا تدمير ما تبقى من المدرسة من تراث أصيل، مما يستدعي تدخل الجهات المختصة والمنظمات الدولية المعنية بالتراث لإعادة بنائها بنفس شكلها السابق والذي يتميز بطابع فريد، لتكون خير شاهد على حقبة تاريخية من التطور والازدهار. مع بدء موسم الأمطار تثار الكثير من المخاوف حول تأثير الصواعق الرعدية على ألواح الطاقة الشمسية التي أصبحت تغطي معظم المنازل اليمنية، ما يضطر الكثير من السكان لإنزالها من الأسطح عند بدء الصواعق. مع حلول مواسم الأمطار وما يرافقها من صواعق رعدية تشهدها بعض أجزاء البلاد، وفي ظل انتشار واسع للألواح الشمسية فوق أسطح المنازل والأماكن المرتفعة نتيجة لغياب التيار الكهربائي، سار تخوف لدى العديد من المواطنين حول قدرة امتصاص هذه الألواح المولدة للتيار عن طريق الضوء للصواعق وموجات البرق. احنا نسأل انفسنا، هل الانسان يتعرض للصاعقة؟ هل قبل الطاقة الشمسية لما كنا نتفرج التلفزيونات الانتنس عبارة عن الهوائيات، هل هي تعتبر ايش؟ تسحب الطاقة الشمسية؟ هذا كلها تسحب الطاقة الشمسية. فلذلك نطلع بنتيجة انه ايش؟ انه الواح الطاقه الشمسيه تسحب ايش؟ الصواعق. اذا ما بالك المواد العازله مثلا زي الشجره، تضربها الصاعقه تقسمها قسمين، وهي ماده عازله تعتبر ماده الخشب، فالصاعقه حتوصل لاي شيء يعني للبني ادم لهذا وهذا، ولكن هنا نسبتها قليله، مثل ما نسمع انه مثلا ايش؟ انه يضربوا الصاعقه قد تضرب بني ادم قد تضرب شجره، فهي نسبتها قليله جدا، ونسبة خطورتها تكون أكثر كلما كانت المناطق مرتفعة أكثر، أو كلما كانت في المناطق الجبلية إيش المرتفعة، هنا تكون إيش نسبتها لجذب الصواعق تكون إيش يعني أكثر، إنما هي بكل الأحوال طبعا هي تجذب لأنها عبارة عن إيش توصيل سلكي. تكمن خطورة الامتصاص لهذه الصواعق أو الالتماس بموجاتها مع زيادة وارتفاع أماكن مسطحات الألواح الشمسية، ويمكن بعدة طرق بسيطة القيام بإجراءات من شأنها تفريغ الشحنات المدمرة أثناء امتصاص الصواعق. الآن احنا لو نتكلم على حب بالنسبة للألواح الطاقة الشمسية، لو تلاحظوا في اللوح الشمسي في إطار ايش؟ ألمنيوم، يعني بالجانب كذا شكله فضي، فيه مع في بعض المناطق هي مخرمة، واحد ياخذ من المنطقة المخرومة هذا يربط فيها سلك، السلك هذا يربطه من هناك في المنطقة المخرومة في اللوح يوصله في ايش؟ الأصل انه يوصل هذا في سلك طويل لافين يوصل لها فين الأرض، يحفر نص متر في متر أو نص متر في نص متر، وبعدين يحط هناك كمية من الملح وهذا تتفرغ الشحنات إيش لهناك.
في يعني في اليمن مثلا انه في بعض اغلبيه البيوت يكون فيها ايش السيخ حق المتبقي او السيخ الذي يخرج من الصبع من العمود، ممكن بسلك تربط ايش لافين للسيخ، بحيث انه مثلا اذا حصلت فيها صدمه كهربائيه او صاعقه او شيء يحصل معها تفريغ الشحنه لافين للسيخ حق من حق العمود، من السيخ لافين نهايه الصبه هي العمود هذا الصبه نهايتها للارض، فيحصل تفريغ، فيستحسن اتخاذ هذا الشيء. طالما مصدر النور والكهرباء لا امل في عودته لمنازل ومحلات المواطنين، وماده الوقود النفطيه حاضره غائبه، ستظل الالواح الشمسيه صامده ومرغوبه مهما كانت الخطورة. في ظل إغلاق السفارات في صنعاء وصعوبات وتعقيدات السفر والشروط التي تضعها بعض الدول لمنح التأشيرات ووجود محطة واحدة لاستقبال المسافرين من اليمن هي الأردن، معاناة يشكو منها الكثير من المقيمين في المهجر والراغبين في إدخال عائلاتهم. حال المغتربين لا يبدو أحسن حالا من غيرهم، فالأزمة الراهنة تواجههم حتى وهم بالغربة، هم كذلك يعانون من صعوبة إدخال عائلتهم إلى مكان إقامتهم، وذلك بسبب الإغلاق المستمر للسفريات والمعاملات والتعقيدات الصعبة والشروط التي فرضتها الدول على العائلات في اليمن. هذا الموضوع مرتبط بالدول دول المقصد الذي هي الدول التي يقيم فيها المغتربين، فلم الشمل فيه صعوبة كثيرة في كثير من الدول، ولكن هناك أيضا مؤشرات إيجابية في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تخفف إجراءات عملية لم شمل المغتربين بعوائلهم. المغتربين في أوروبا يعانون معاناة شديدة وكبيرة لعدم السماح لهم، أولا لعدم وجود سفارات في اليمن، اثنين لعدم سهولة حصول الأسر تأشيرات من سفارات الدول التي يوجد فيها إمكانية الوصول مثل الأردن أو مصر. البريطانيين شددوا إجراءات عملية لم الشمل، أصبح من عدم من غير الممكن أن تلتحق الزوجة بعائلها في ظل الشروط التي وضعتها بريطانيا. أولا مطلوب تتكلم اللغة الإنجليزية، اثنين أن يكون دخل الفرد أو دخل المواطن المقيم في تلك الدولة لا يقل عن 18 ألف جنيه استرليني في الوقت الذي الحد الأدنى لمرتب الدولة لا يتجاوز 12 ألف جنيه استرليني، وبالتالي من الصعوبة بما كان أن يكون قادرا على إدخال أسرته وعائلته إلى بريطانيا. مراحل طويلة قد تصل إلى أشهر هو ما يعانيه أهالي المغتربين في معاملاتهم ومعاملات سفرهم، بالرغم من أن هنالك منافذ قد تسهل لهم عملية السفر إلا أنها زادت من التعقيدات. نحن ضروري نمر على الأردن، من الأردن قبل ما نوصل الأردن مطار بيشة تفتيشات وتأخير، وبعدين الأردن ترانزيت 12 ساعة تقريبا، من الأردن للدوحة، من الدوحة لماليزيا، يعني بياخذ وقت وجهد. المغتربين الذين دخل عوائلهم صعب عليهم أنهم بسهولة يدخلوا إلا بدفع مبالغ كبيرة، مش بسهولة في استخراج الجواز، في قطع التذاكر، في كل المراحل مبالغ. لفترة من المعاملة حكي عن أسافر الأردن بعد عائلتي، ولكن هناك نجد صعوبات للوصول إلى البلد اللي نروح فيها، هناك ما في بعض المشاكل لدى اليمنية لأنهم يعرقلوا المسار لكي الشخص إنه يسافر إلى البلد. ما يزال المواطن اليمني يواجه ضغوطات ومتاعب في السفر بهذه الأوضاع المتغيرة على الجميع، إلا أنهم يحاولون جاهدين الوصول إلى حلول مهما كانت الظروف.